عبد الله بك. الناس مسافرين راهي تموت. تعال تعال خليه متاو خليه متاو. من وقتاش راك في الماء؟ من وقتاش راك في البحر؟ شحال عندكم اللي خرجتوا اليوم؟ روح روح طلعوا طلعوا جيب الدكاغه هذه الدكاغه. كاين صحابو كاين هنا. روح روح ها انا ما كان والو ما كان والو صاي صحابك ماتوا هذا هي بلادنا الناس راهي تموت شوفوا مستمعين اذاعه من لا صوت لهم واش كنتو تسمعوا دركا خلي هذا سي تان بتي باساج لي باش نوضحوا لكم كيفاش كانت عمليه الانقاذ لشاب اللي لقاه الرئيس عليه اللي كانوا على متن باخره الصيد ديالهم. لقاه الشاب في وسط البحر نقطه بعد 33 كيلومتر على البر من مدينه تنس. هذا الشاب كان برفقه 11 شخص اخر اللي على حسب الاقوال تاعو غرقوا وماتوا. وبشهاده ثاني الرئيس علي اللي قال لك انه كانوا خرجوا ضحيتين يعني في اليوم الموالي. انا ما نطولش عليكم ونخليكم في هذا اللقاء اللي اجرته اذاعه من لا صوت لهم مع الرئيس علي اللي يمد لنا اكثر التفاصيل على الحادثه يعني كيفاش كانت عمليه الانقاذ من البداية إلى النهاية. أجنا كالعادة رحنا نصيد وكمنا هذا الإنسان في قلنا البلاصة اللي كان فيها هو ميكو ثلاثة بدوني ثلاثة بدوني لا وجه وما بلاصة على إسبادوني مكاش بدوتي وش نقلنا بعيدا وانتما إسبادوني صادر تريقكم سي صا طريقنا هو إسبادوني داكور وي شحال كانت ساعة رئيس كي لقيتوه؟ 23 استغل 20 على شيء على شيء كان بعيد 33 كيلو على البر 33 كيلو على البر واه 33 كيلو 500 كنا طرونطروات كان شوف النور في النور داكور في النور كنا 39 200 في الليل داكور هادو سي لي بارامتر هكذا احداثيات هادي لا بوزيسيون تاع الشيء شنو نخدموا هنايا لا بوزيسيون داكور وي وي وقعت لك زعما نقولوا لا مارين ولا بابو تعطيلو هذا البوزيسيون عارفك ورا البوزيسيونمون وي اكزاكتومون عارفك ورا في عندك داكور وكان لقيته وحده الرئيس كان وحده انا وحده هو كي طلعنا ابور اي سقسينا قال لك صحابي وراهم صحابك وراهم قال لك اللي راه بغينا حدايا ما كاش ما عرفوا ما غير هو اللي كان شاد في بوزيسيون علاش قلت له شحال كنتو قال لك كنا حدايا 12 واحد ما عرفتش 11 واحد كاع عرفهم جا البارح خرجوا زوج فينا مرتا لا حول ولا قوه خرجوا زوج البارح وموتا ومينات على مرتا ربي يرحمهم ربي يرحمهم معناتها سلك غير هو رئيس سلك غير هو هذا احنا كنا شباب هو ربي نهارو ما لحقش الاجل تاعو ما لحقش الاجل تاعو انتم يعني كنتوا سبا جلستوا منتم خاصنا داوت الخير وبعد صح؟ جبنا شوية داوت الخير ما كاليناش ما خدمناش باقي نهار خدمنا ايه خلاص شغل ما بقاتش خدمة صاي يعني كي طيح في حاجة كيما هذي حاجة كيما هذي تشوفها تبكي ما تنجمش تخدم من ورا الجلب اللي خدمت صح وانت الرئيس واش تقدر تقول واش تقدر تقول للناس مادام هو يعني يقولوا حاجة مليحة انه سلك وكما قال لك مكتوب ربي كتب له ربي يزيد يعيش وانتم ما كنتوا سبة ثاني واش تقدر تقول لنا ميساج هكذا نخليك هضر ميساج للناس اللي يخموا هكذا باش يكونوا يحرقوا كيما خونا وزيد الناس اللي ماتوا ربي يرحمهم كيما قلت لي خرجوا زوج يعني مازال قعدوا 9 سي صا هكذا 9 واه واش الميساج تقدر تمدو رايس لهاد الناس اللي يخموا بالك باش يروحوا غطي لنا في حاجة عندي أنا عندي 23 سنة قدم لي الله يبارك الله يبارك ما يبارك أنا ننصحهم ما يروحوا اشتر هذا اللي يخمم ويروح فاش راح يدير
هو الهدف تاعو. صح. الهدف تاعو شنو هو؟ هذا كيروح له، لما يروح يدير لوطو ويزوج الدوريه ويدير دراهم مشكل ورا، احنا ما كاش يديروا هنا الصوره. وهذا الحرقه هذه ما كاش منها هذا. صح صح الرئيس. هذه شريها دير فيزا ما شاء الله انا بصح ما تروح في بوطي. انا ما نجمش، انا حياتي كاع في البحر والله ما نجم. تقول لي روح حرق في بوطي ما نجمش، خاف بالك. اخاتك على بالك واش معناتها البحر؟ كما قلت انت 23 سنه غير الكلام اللي يقولها يعني. وهما ما يعرفوش البحر، مالين البحر ما يحرقوش، بقليل واحد زود ولا هو تسري حرقود وما يعرفوش البحر. كاين هذا ولد فارس ما يعرفش البحر، بوم ما شرف مش طيب من مجونه مرنو من الغريزه من بوقادير، انا ما يعرفش كاع البحر. يقول له كان وطام يروح اسبانيا يركب ما على بالوش. صح التيرا يعني ما يعرفش التيرا ما يقدرش يعرف كيف. يقول البحر يتقلب الرئيس راك على بالك سي تادير. البحر واعر. صح. والناس يسمعوا بالناس لحقتو كاع باغي يقول لي راحوا ولحقوا وتشوف فيه شوك. صح. تشوف فيه شوك يقبضوا سكر ولا يقبضوا شوك. ما كانش من هذا يقول لي راح هكا ما قري يلحق ويقبضوا شوك. نصهم يقبضوهم البحر والسكر قبضوا. تشوف فيه حاجه. امبوسيبل يوصل نورمال. استاذر كاع كي الحق اذا ما كانش عنده بالك كي كان هنا في الجزائر ما عنده ني ديابات ما عنده ني سكر لي لا طونسيون باكي الحق تما يلحق يدي معاه المرض ويدي معاه اوفيسيال بلي تقبضوا حاجه شكون هذا كي يخاف لا طونسيون تهبط له بارك الله فيك. صح. لا طونسيون يقبضوا السكر ولا ابسط الاشياء يقبضوا بالسكر. داكور داكور صح. ولا رايس حبيت نسقسيك، هذه اول خطره تلاقيت يعني الجماعه هكذا اللي حبوا يحرقوا ولا تلاقيت بهم من قبل؟ لا تلاقيت بهم اول خطره. اول خطره رايس؟ اول خطره. واش هو السونتيمون تاعك يعني كي عشتوا هذيك اللحظات هذه؟ والله خايفه والله يجيك البكاء شغل. انا كي شفتو ديك شفنا ما املتش. انا كي شفتو قلت لصاحبي محمد ولد البحري معايا قلت محمد هذا شنو راه يدير هنا شغل بان لي راه يعوموا كاع فاهم. شغل خطف لي بوكسي قرا كونستوميت ولا باين باللي حراق انسان حي فطروا تروح في النور فوق بليون حتى وليت نخدم موراي قلت حنا رانا في الشط ولا فيها هذا شنو راه يدير هنا شحال صاحبي اللي حراق حراق. شغل حاجه ما كنتش تسناها انت الرئيس؟ ما تسناهاش كاع تشوفها في فيديو كاش كنت تحضر في اللقطات ما حاجه خدمه تكرهها. اه ديجا حنا كي شفناها شغل خليك اللي يكون فيها الداخل ولا كما قلت انت شغل ما كنتش تسناها. ورايس نسقسيك واش هو السبه اللي خلاتهم بالك تقلب بهم ولا؟ انا سقسيتهم كيلو في درت كيلو صحاب كي درتو كاع عرفتو باللي نقلب بينا البوطي. اها قلت له كي درنا نقلب بكم قال لي دخلنا في الرومو تاعكم في من دخلوا رايس؟ الرومو تاعكم باطو باطو كوميرس. باطو كوميرسيال باطو تاع كوميرسيال وهذا السلعه. داكو الكبار هذوك رايس ولا صغار؟ لا لا دوك كبار هذوك. داكو صح صح. هذا كيكون يمشي يدير الروم وموراه تاع لي ريسيرش حاجه بيضاء مروري يديرها. وي وي شغل يدير لي فاك الروري. داكور داكور. هما ما هما ما يخلوا حتى يفوتوا كاع يفوتوا هما فاتوا فينك صادق باش ما داكور سي تادير لازم يخليو حتى تخلص لا لين هذيك البيضة هذيك باش ما تفوتش مورا هذا من هنا عاد بابور كبير وما يفوتش مورا. داكور واسمو رولمو سي سون رومو 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 داكور هكذا معلومة على كل حال هكذا معلومة يعطيك الصحة الرئيس يعني ولا غير يعطيك الصحة نخليك كلمة أخيرة واش تقدر تقول لنا الرئيس؟ أنا كلمة أخيرة نقول له لجان بالقط وخدم مع راه وقتك من الحركة كي ترى فما ما كان حتى فايدة ربي سبحانه في القرآن الكريم يقول وخلقنا الجن والإنس إلا ليعبدون ترى في بلاد الإسلام قال تعبد ربي وصلي وقاتك وقتك من أوروبا كي ترى فما تهبل شنو باغي يدير في أوروبا كل يدير ولا حل ما يدير